محدث مؤخرا في بداية الحفل على شرف عميد معين عميد فيبرسيني السيد مصطفى الخيدر تم في هذا الاتفاق بشخصية. أضم الحضور الكريم، مؤخرا فقدنا شخص من أسرة التعليم، فقط شخص مرحومة الأستاذة الصافي خديجة. أضم الحضور الكريم قراءة الفاتحة على ربها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية علوم التثبيت المحمدية، السادة الأساتذة، إخواني المثقفون والمثقفات، إخواني ممثلي الطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. يشرفنا في جمعية الأعمال الاجتماعية الموظفين في كلية علوم التقنيات المشكل حديثا حوالي أسبوع تنظيم هذا الحفل البسيط على شرف السيد العميد بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم بإعادة تعيينكم للمرة الثانية عن هذه الكلية، وهي ثقة لم تأتي من فراغ وإنما جاءت بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهودكم الكبيرة وما عرف عنكم من جهد واجتهاد وعمل دؤوب وكفاءة علمية وأكاديمية عالية عينناها في شخصكم، وكذا بتدافر جهود جميع مكونات المؤسسة من أساتذة وموظفين وطلبة. إخواني أخواتي، إنها فقط كلمة من إخوانكم الموظفين والموظفات مليئة بالاحترام والتقدير للسيد العميد، مع متمنياتنا الخالصة بالتوفيق والسداد في مشواركم الإداري، مع موفور الصحة والعافية لكم ولأسرتكم الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأمانة هذا الحفل فعلا هو مبادرة من مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية، ولكن مبادرة لقات ترحيب من الأساتذة وكذا الطلبة ممثلي الطلبة واللي حب دو الفكرة، وكاين بعد نظرا لحدث المكتب أنه التواصل كان شوية قليل نظرا لحدث المكتب، كنحتضر الإخوان اللي وصلتهم شي دعوة مبكرا وكنطلبوا منهم يسمحوا لنا وغنتركوا هذا الشيء في المراحل المقبلة. غنعطي الكلمة لأخ من الأساتذة، هذه كلمة عفوية تطلب من السيد العلمي، العلمي يقول لنا كلمة عفوية. رئيس الجمعية للشؤون الاجتماعية بكلية العلوم والتقنيات المحمدية، السيد عميد، إخوة الأساتذة، السادة الموظفين، أنا أريد ماكسيموم باسكو لافا راح نبقى نقرا في هذه الكلية حتى لا روتخيت ديالي تما. دونك بيان سور إن شاء الله تيمكنكم تعاونوا على الأساتذة في هذه الجمعية، سيرتو السيد دويان و البريزيدون. Parce qu'on a besoin de social. La réalité est là. Mais on a social dans le monde. C'est une réalité. Donc, il y a un chef de jubilés qui a un peu de moyens. Il y a un peu de moyens. Je suis un peu de moyens. On a besoin d'un soutien. On a besoin d'un soutien. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Il faut aller dans ce sens. Alors, je pense que l'Assassida, vous pouvez compter sur eux. Il y a un chef de jubilés avec un grand plaisir. Et bien sûr, comme monsieur le doyen, comme d'habitude, on est là pour travailler et surtout pour faire rayonner la FSTM, donc ça, c'est pas un souci. Et voilà, on va faire comme on l'a, on a joué bien, on a essayé de rallier tout le monde. Donc, c'est la bonne chose. شكرا للأستاذ العالمي على الكلمة الطيبة. ونحن بدورنا
نذكر بان الاطار اطار جمعيه الاعمال الاجتماعيه هو اطار مفتوح ماشي اطار مغلوق، هذا مفتوح مرحب بجميع الافكار مرحب بها، مفتوح على الاساتذه مفتوح على الطلبه. والدليل انه اول نشاط الحمد لله متشرف انه اول نشاط درناه هو على شرف العميد وكان مساهمه الجميع طلبه موظفين واساتذه. شكرا لكم جميعا، ما يفوتنيش باش نعطي الكلمه لممثل الطلبه كذلك. بالمناسبة الطالب علاء هو رئيس مكتب الطلبة الجديد، نرحب به جميعا. أساتذة الحضور الكرام، السلام عليكم. شكرا. On est tous réunis aujourd'hui ici pour fêter cette belle occasion. Donc, et on tient au nom de la UFST, l'association des étudiants dans la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, on tient tous à féliciter M. le doyen pour sa nomination pour son deuxième mandat. Ceci ne peut être preuve que d'une réussite, preuve d'un engagement, mais surtout preuve d'un travail qui a été fait pour assurer une bonne formation pour nous, les étudiants, pour notre épanouissement et notre développement personnel, mais surtout pour le bon déroulement des choses au niveau des étudiants et au niveau des enseignants. Donc on tient à le remercier et on le remercie encore. Et on espère que cela continuera encore et encore parce que, franchement, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Donc quand je suis venu ici à la FSTM il y a 6 mois, donc j'avais l'habitude de travailler des activités para-universitaires, mais il n'y avait jamais un cadre sous lequel on travaillait. Donc pour moi, ça a toujours été travailler tout seul, monter un projet tout seul. Mais quand je suis venu à la FST, j'avais une idée de projet, j'ai travaillé là-dessus tout seul. Mais au bout d'un moment, j'avais des aides qui venaient un peu de partout et j'étais choqué. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais vraiment choqué de toute l'aide qui m'a été mise à ma disposition pour la réalisation de ces projets. Et franchement, j'ai été épanoui depuis le jour où je suis venu ici, et donc j'espère que cela va continuer, j'espère que ça va permettre aux autres étudiants, de s'épanouir, de se trouver, et je ne vais pas tarder, merci beaucoup, et félicitations encore une fois, monsieur le maire. ومن خلاله في جميع مكونات المؤسسة، لأن هذا عمل فريق عميدا وطلبة وأساتذة وموظفين. الإشارة بأنه التجديد لنا جميعا على المسار ديال هذه المؤسسة، واللي كيشهدوا به الجميع. الآن نعطي الكلمة للسيد العميد القديم والجديد. شكرا سي حسين. بكل صراحة أنا جد سعيد لهذه المبادرة ونتمنى على الله أن نكون في الخدمة ديالكم دائما. هي بكل صراحة واحد المسألة اللي ما نقدرش نوصفها لكم، هو اللي قال لي في ليستاسيون تنحس بها جاية من قلبه، وقالوا اللي قال لي راه فريمون جي سونتي كو سا فيان دو كور. Nous avons partagé beaucoup de choses, grâce à Nabzaf Tahouaïj. Alhamdulillah, quand je sens que j'ai un caractère qui est un peu difficile, mais qui est vraiment un caractère. Il faut savoir, je sais, j'ai un caractère difficile, mais qui n'empêche que les gens sentent qu'il y a une sincérité derrière, qu'il y a un صدق في العمل. وكاين واحد الاخلاص في العمل وكيقبلوا هذاك لو كاركتر ديفيسيل، وهذا هو اللي خلاني نعاود نرشح للولايه تاعي. ما كانش يمكن نحققوا حتى شي حاجه كون ما كانوش الموظفين كاملين تاعهم تيخدموا، وكون ما كانوش الاساتذه كيساهموا في المجالس في اللجان في الشعب في الاقسام اكسترا. دونك هذه الحصيله كامله هي اللي خلتنا الطلبه اشتغلنا معهم كثير من خلال الجمعيه ديال الطلبه، وكان يعني واحد الحصيله اللي كبيره بزاف. هاد لي زيليمون الثلاثه وهاد المكونات الثلاثه هما اللي خلاو ان الحصيله
كانت بالنسبة للإيجابية وحتى اللجنة اللي تقسمت معهم الحصيلة والمشروع يعني كان واحد الارتياح على هذيك الحصيلة. هذا الشيء ما كانش يكون كون ما كانش واحد سميتو واحد التضافر ديال المجهودات من طرف الجميع. كما قلت في الأول أنا ملي فكرت أول مرة باش غادي ترشح لعماد المهدي ما جاش من فراغ، جا من واحد المسار في كلية واحدة أخرى، ولكن تدرجت في جميع المجالات جميع هذا، ولقيت راسي بلي إلا ما كنتش كنعطي ما كنكونش أنا والو. وهذا هو خاص تكون عندك واحد لافيبر ديال تحمل المسؤولية. راه كاين اللي كيجي من واحد الساعة كيقول لك واش نتوما حمقين؟ هذه المسؤولية اللي هزيناش يمكن ترتاح دابا، ولكن كل واحد وكيفاش لافيبر ديالو هي مصيبة. يعني بشكل سولونيل سميت نقول لجميع الإخوان والأخوات موظفين طلبة أساتذة أنني في الخدمة ديالكم من أجل واحد الهدف مشترك. هدف مشترك هو نزيد نهزو هاد الإفستي للفوق. واليوم تنقول لكم اللي أنا فرحان الانتماء ديالي لإفستي حاليا، يعني كنت كنتمي لمؤسسة أخرى ولكن حاليا كنحس باللي فواحد الظرف وجيز وليت من هذه المؤسسة وبحال التاريخ ديالها اختيته ولا عندي مسؤولية أنني خصني نزيد نطورها مزيان. شكرا جزيلا للإخوان في الجمعية ديال الخدمات الاجتماعية اللي شجعت التكوين ديالها والتشكيل ديالها، لأنني واعي بالدور اللي غادي تقوم به، وإن شاء الله الله يوفقني أنني ندعمكم بجميع الوسائل حتى أننا نخفوا شي شوية في الجانب الاجتماعي على الموظفين وعلى سميتو. بالنسبة للإخوان الأساتذة راهم تيعرفوني يعني عن قرب، ما كاينش بيناتنا حواجز، ما كاينش بيناتنا شي فوارق، كاين تواصل دائم، وهذاك التواصل غيبقى دائما، والباب ديالي راه دائما مفتوح، كيعرفوه جميع الإخوان الأساتذة. المشروع ديالي كيتمحور على واحد المحور أساسي هو essayer d'offrir les meilleures conditions de travail للأستاذ والطالب والموظف. إلا حاولنا حنا كإدارة نوفروا ظروف عمل جيدة واحد الجو ملائم للعمل، فما يمكن النتيجة إلا تكون إيجابية على التحصيل ديال الطلبة. فهذا من ضمن الحوايج الأساسية في المشروع. كنطمح باش المؤسسة العنوان اللي عطيت المشروع ديالي هو ان اتابليسمون اوفير اي بيرفورمون، يعني منفتح ما نسدوش على نفسنا ولكن لا بيرفورمونس مطالب منا اننا نعملو واننا نعطيو كل ما عندنا لان البلاد ديالنا محتاجنا. راه اي واحد يعني كيف ما كان النوع ديال المهمه اللي تيقوم بها اي واحد والا خصو يقول في الصباح كيسكو جو بو دوني ا مون بي، اشنو غنعطي لبنادي، ما يفكرش في بيتيت بيرسون، ما يفكرش في ليغو ديالو، داك الانانيه ديالو يخليها واحد اللحظه ويقول شنو يمكن نعطي لبنادي. وراها ماشي كبيره عليك تقول لا داك الشيء راه ديال السياسيين ولا الوزراء ولا كذا ولا كذا، لا كل واحد كل شخص راه مسؤول ومطالب انه يفكر ويقول اشنو يمكن نعطي لهاد البلاد اللي عطاتنا الكثير ومحتاجه لنا، وكل شيء عارف المضايقات اللي كنعيشوها في البلد ديالنا. ونتمنى على الله ان هذه الولايه الثانيه تكون احسن من الولايه الاولى. نتمنى على الله ان نزيدوا في العطاء. يمكن لنا شفتوا كاع هذوك لي طابلو اللي معلقين تما راهم فيهم مؤشرات، فيهم دي زانديكاتور اللي بينوا على واحد المده زمنيه كبيره بينوا اننا ماشي جينا من فراغ. راه عاوتاني ملي جيت راه ما كنتش
المؤسسة ما كانتش خلع، لا كان هناك عمل وكان واحد العدد ديال الأمور اللي سميتو، ولكن الزناف في التطوير هذا هو اللي قلتلو، هو التطوير يعني حاولنا نعطيو واحد العدد ديال النقلات في بعض المجالات، خصوصا مجال ديال الانفتاح ديال الطلبة ليمونسيباسيون دي زيتيديون أترافيغ تو لي كلوب توت لي زاكتيفيتي اللي كيديرو ومازال موراهم مازال كنديرو. طولت ولكن ما غاديش يفوتني انني نعاود نجدد الشكر لجميع المكونات ديال المؤسسه، جميع الهياكل، رؤساء الشعاب، منسقي المسالك، جميع الزملاء الاساتذه، الاخوان الموظفين في جميع المصالح، وبيان سور الاخوان او ابناء الطلبه اللي كيتحملوا واحد المسؤوليه كبيره في تنشيط الحياه الجامعيه داخل المؤسسه، تنشيط الحياه الجامعيه من خلال الانديه ديالهم. هذا كاين واحد العدد ديال الطلبه اللي كينطلقوا من الفكره ديال ما عندناش الوقت، خصنا نمشيو نقراو، خصنا نمشيو كذا نمشيو كذا، لا حنا كنشجعوا الطلبه اللي كيديروا الانشطه وكنتبعوا في الدراسه ديالهم، حتى ملي كيكون شي طالب بان لنا انه بدا كيدخل لمنطقه الخطر كنقولوا له وقف، انت غتمشي تقرا، خلي الطلبه اللي اليز وعندهم شويه الوقت اللي يمكن يديروا. وهذه الانشطه هذه يعني ثقوا بيا انها عندها واحد الدور ايجابي كثير، لاننا بغينا في هذه المؤسسه بغينا نخرجوا دي لغيه يعني حاملي شواهد، ولكن في نفس الوقت دي سيتويان ريسبونسابل، ما بغيناش نخرجوا غير دي لغيه بوان نو، دي لغيه سيتويان ريسبونسابل. وهادشي ميمكنش يوصلوا له الا ما تحملوش مسؤوليه مع الزملاء ديالهم، والا ما قاموش بالانجاز ديال واحد العدد ديال المشاريع داخل المؤسسه وحاولوا انهم يوصلوا للنتائج اللي كيتقاسموها مع الزملاء ديالهم. شكرا جزيلا لجميع الاخوات والاخوان، و الحضور ديالكم راه تلج الصدر ديالي، والله يوفقني. شكرا السيد علي عميد على هذه الكلمه الطيبه، مرحبا بنا شي شكون ما ارسل بهذه المناسبه. مؤخرا تم تطعيم الطاقم الاداري مدام فاطمه الزهراء، التحقت الطاقم الاداري كمكلفه بالتواصل. اسمح لي هذه المسألة كنت باغي بصراحة كنت باغي نفرط منها ومشات من الدين ديالي. تفضلي. الأخت هذا الأخت باش تعرف عليها جات عبر مباراة واختارينا في البروفيل ديالها كاليتي كوميونيكاسيون. كاليتي كوميونيكاسيون هذا مؤشر اننا بغينا نعطيو توجيه في الجوده، بغينا نعطيو توجيه في الانفتاح من خلال الكومينيكاسيون. هذا هو علاش كان اساسي بالنسبه لي ان لو بروفيل ديال هذا السيد ولا السيده اللي غيجي يكون في هذا الاتجاه. نتمنى ان تعطي واحد الشعله وتزيد تمشي معنا في هذا التوجه اللي هو استراتيجي بالنسبه لنا. يعني المانجمنت ديال الكاليتي في المؤسسه، la mise en place de procédures, la certification de services, la certification de l'établissement et, dans un autre côté, la communication interne et externe. Qui est un travail de mahan qui est très important, on se met à la toffer, on se met à la toffer, un plus, une plus-value, une plus-value, ça c'est bien. Effectivement, on a un travail de mahan, on se met نتمنى على الله انه هو التحق بسيرفيس ايكونوميك اللي محتاجين اننا نطوروه اكثر. نتمنى على الله انه حتى هو يعطي واحد ان بلو فاليو في المؤسسه. وشكرا. باسمكم ادعو قيدوم مرتضي السيد حنوشي محمد لاعطاء واحد شهاده تقديريه للسيد العميد.
الصوره شوفنا شوفنا استنى عليك يلا بالمناسبة كذلك يجب التذكير بأنه تم ميلاد جمعية أعمال اجتماعية منظمة مدرسة التحيات تضافر مجموعة من الجهود أخص بالذكر أشخاص عملوا في الخفاء أخص بالذكر أعضاء اللجنة التحضيرية وأطلب السيد العميد أن شهادة تحضيرية أطلب محمد الهلالي شوفنا شوفنا مدام زكية زميلي أطلب من الأستاذة أمينة عديل تقديم شهادة تحضيرية إلى السيدة كوثر عبد شهادة التقدير الأخيرة لمدام سميرة الشاحط تقدمها للسيدة سعاد أبو الخير. سعاد أبو الخير يتسلم شهادة النيابة عنها عادل بغالي. مرة أخرى أتقدم باسمي واسم مكتب الجمعية واسم جميع المنضربين بالشكر لجميع الحضور ونتمنى مزيدا من العطاء ومزيدا من التوفيق للسيد العميد ولهذه المؤسسة وأدعوكم جميعا لهذا الحفل البسيط شكرا لكم.
تقدر تعطيني